بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم 25 من شهر جمادى الأولى سنة 43 من الهجرة، ينعقد هذا المجلس 38 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي رحمة الله تعالى عليه. وهذا المجلس نتم فيه ما سبق بدؤه في الأسبوع المنصرم في الباب 14 في النسخ، وفيه 5 فصول، وقد تقدم في المجلس الماضي مدارسة الفصلين الأولين منه في حقيقته وفي حكمه. ومجلس الليلة بعون الله نتم فيه الفصول 3 الباقية، الناسخ والمنسوخ وما يتوهم أنه ناسخ وطريق معرفة النسخ، سائلين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الفصل 3 في الناسخ والمنسوخ. يعني هذا فصل يتناول فيه المصنف رحمه الله ما يقع به النسخ وما يقع فيه، ما يقع به وما يقع فيه، يعني ما الذي يكون ناسخا فيقع به النسخ، وما الذي يقع فيه فيكون منسوخا. وهذا من أهم فصول أبواب النسخ عند الأصوليين، والقاعدة العامة فيه أن الشرط العام للناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ أو أقوى منه، يعني من حيث الثبوت وقوته ودرجته، هذا عند الجمهور، وقرره القرافي رحمه الله قاعدة في باب النسخ، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك، ألا يكون ناسخا إلا أن يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا، والأمثلة آتية والصور ستأتي إن شاء الله. خلافا للإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله والعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنهما ذهبا إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وأنه طالما ثبت الناسخ صح النسخ به، سواء كان مساويا أو أقوى أو دون ذلك، لأن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى، وستأتي الصور في هذا الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله لما يصح أن يكون ناسخا وما يقع فيه النسخ فيكون منسوخا. قال رحمه الله: يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين. عندنا وعند الأكثرين، عندنا يعني عند المالكية كما هو اصطلاحه رحمه الله، وعند الأكثرين، هل هذه إشارة إلى الخلاف أن نسخ القرآن بالقرآن محل خلاف؟ عدد من الأصوليين حكى الاتفاق على ذلك ولم يحكي فيه خلافا، وأن هذا مما لا يخالف فيه أحد، وهذا الإجماع الذي يحكونه هو إسقاط لخلاف أبي مسلم الأصبهاني الذي مر بكم ليلة الأسبوع المنصرم، فإن خلافه في عدم وقوع النسخ في القرآن خلاف شاذ ومطرح، وهو إما غير ثابت عنه وإما متأول كما مر بكم أنه يسميه تخصيصا لا يسميه نسخا، فيكون عندئذ لا حقيقة لهذا الخلاف. فقول المصنف رحمه الله عند الأكثرين لا يشير به إلى خلاف في المسألة، إلا أن يكون المقصود أبا مسلم الأصبهاني كما تقدم، وخلافه غير معتبر. ومن هنا حكى عدد من الأصوليين الإجماع على ماذا؟ على نسخ القرآن بالقرآن، ولأنه واقع وصوره كثيرة ومرت بكم في درس المنصرم، آية المصابرة وآية عدة الوفاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، نسخت قوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وكذلك آية المصابرة
إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم قال بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. آية صدقة النجوى: إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم قال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. فإذا لا خلاف في ذلك، إنما يشير به إلى ما سبق ذكره، وهذا تكرار، يعني المصنف تناول المسألة هناك، وليس هذا من التكرار اللغوي الذي لا فائدة منه، لكنه في هذا الفصل يريد حصر صور الناسخ والمنسوخ، فلا يحسن أن يغفل الصورة هذه وقد تقدم ذكرها، فإعادتها هنا من باب إيرادها مع أخواتها في باقي صور وقوع الناسخ والمنسوخ. والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا. كم صورة هذه؟ السنة المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة، يعني نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر قرآنا وسنة، فإما أن تقول 3 أو 4، عطفا على قوله يجوز، ثم قال إجماعا. ولو نظرت لأنها منطبقة على الأصل في الباب، ما القاعدة؟ أن يكون الناسخ مساويا أو أقوى. إذا كانت السنة المتواترة، ما المساوي لها؟ السنة المتواترة مثلها فتكون ناسخة، وكذلك سنة الآحاد التي ثبتت بطريق الآحاد، ما المساوي لها؟ سنة الآحاد. وما الأقوى منها؟ القرآن والسنة المتواترة. فقال إجماعا، يعني هذا لا خلاف فيه، وهذا الإجماع راجع إلى الصور المذكورة في هذه الجملة. أما السنة بمثلها والآحاد بمثلها فله أمثلة: نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. يقول ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله: وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواتر فلا يكاد يوجد، لأن كلها آحاد، إما في أولها وإما في آخرها وإما في إسنادها إلى آخره، مع أن حكم نسخ بعضها ببعض جائز عقلا وشرعا، لكن المثال عزيز وقد لا يتحقق. طيب، ونسخ السنة الآحاد بالآحاد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، سنة آحاد ولم تثبت تواترا. ونسخ سنة الآحاد بالكتاب: قالوا مثل آية صلح الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت في السنة الشروط التي اصطلح عليها مع قريش في صلح الحديبية، ومنها أن يعيد من يأتيه عليه الصلاة والسلام مؤمنا من مكة ولا عكس، فإنه لا يردون من جاءهم مرتدا إليهم. ثم جاءت آية الامتحان: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الآية. قالوا هذا مثال، فنسخت فيها السنة بالقرآن، وكذلك نسخ سنة الآحاد بالسنة المتواترة كما قال المصنف رحمه الله إجماعا. إذن نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالمتواترة، ونسخ السنة الآحاد بالآحاد، ثلاث صور فيها النسخ بالمساوي فلا خلاف فيها، وصورة فيها النسخ بالأقوى، نسخ سنة الآحاد بالقرآن وبالسنة المتواترة. انتهينا الآن من صور النسخ بالمساوي والنسخ بالأقوى، سينتقل إلى صورة أخرى وهي نسخ القوي بالضعيف، يعني نسخ القرآن بسنة الأحاد أو السنة المتواترة بسنة الأحاد. نعم. وأما جواز نسخ الكتاب بالأحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا، هذا قول. نعم. خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي منا، هذا القول الثاني. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة الأحاد؟ إذا طبقت القاعدة الأصل في الباب أنه لا يجوز النسخ إلا بالمساوي والأقوى، إذا لا يصح. وتقدم قبل قليل أن ابن حزم
والعلامة الشنقيطي رحم الله الجميع لا يشترطون ذلك الشرط، فمثل هذه الصورة تكون عندهم صحيحة وجائزة، غير أن من الجمهور ممن يقول بالقاعدة أيضا يخالف في المسألة، قال خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي منا، يعني من المالكية، فإنهم قالوا بوقوع نسخ القرآن بالسنة الأحد، واستدلوا بالوقوع، ومن أدلة الوقوع عندهم قصة قباء في تحويل القبلة، قصة مسجد أو أهل مسجد قباء، والحديث في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما نزلت الآية بتحويل القبلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى أهل قباء، قال ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، قال فاستداروا وهم في الصلاة. ما الصورة؟ الصورة أن الصلاة إلى بيت المقدس كان ثابتا عندهم متواترا وكانوا يصلون، ثم جاءهم خبر واحد وهم يصلون فقال لهم إن القبلة قد تحولت، فثبت النسخ عندهم بخبر الواحد، فنسخ خبر الواحد هذا ما كان متواترا قبل. قالوا فلما ثبت عندنا الوقوع فعلام نخالف ونقول لا يوجد ولا يجوز ولا يصح. إذن هذان مذهبان. المصنف تكلم عن الجواز العقلي والوقوع الشرعي، قال فجائز عقلا غير واقع سمعا، يقول من حيث العقل ما في شيء يمنع، لكن من حيث الوقوع لا يقع هذا في الشريعة، لأنه لا بد من كون الناسخ أقوى أو مساويا. القول الثاني قال خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي، فماذا قالوا؟ بالجواز عقلا والوقوع شرعا. هناك قول ثالث حكاه الباجي في إحكام الفصول ولم يذكره المصنف رحمهما الله، وهو القول بالمنع عقلا، وينسب هذا خطأ للشافعي رحمه الله ولا يقول بذلك البتة، ولا يصح هذا، ولا أحد ينكر هذا، يعني الكلام في جواز العقل ما يخالف فيه أحد، إنما الكلام على الوقوع الشرعي. أعد، وأما جواز نسخ الكتاب بالأحاد، وأما جواز نسخ الكتاب بالأحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا. من حيث الجواز العقلي نعم، ومن حيث الوقوع لا يوجد. طيب، والأمثلة التي ذكرها القائلون سنأتي إلى ذكرها والجواب عنها بعد قليل، لكن هذا مذهب الجمهور أن النسخ لا يوجد في الشريعة أن ينسخ القرآن أحاديث أحد. نعم. خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي منا مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة. طيب، القول الذي عليه الجمهور أنه غير واقع حكاه الآمدي والسمعاني والجويني اتفاقا، والحقيقة أن الاتفاق غير واقع. يقول الجويني أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون، والمتواتر قطعي والآحاد ظني. هذا الإجماع من حيث التأصيل، لكن الصورة هذه فيها خلاف. أما الباجي رحمه الله صاحب إحكام الفصول الإمام أبو الوليد فإنه يرى التفصيل بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فيرى إمكانية النسخ بسنة الأحاد زمن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يقع بعد ذلك، وهذا القول الذي يرجحه الإمام الغزالي كذلك في المستصفى. قال مستدلا، من هو؟ الباجي، ومن يقول بالوقوع بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة، يعني خبر أهل قباء كما تقدم قبل قليل، وأجيب بعدة أجوبة. هذا مثال لو سلم به الجميع لانقطع النزاع، وينبغي ألا يخالف فيه أحد. الحديث صحيح في البخاري ويحكي قصة تحويل القبلة لأهل قباء. الجواب عنه عند الجمهور من عدة أوجه. الوجه الأول أن المنسوخ هنا وهو صلاتهم إلى بيت المقدس لم يكن ثابتا بالقرآن، يعني أين الآية في القرآن التي تأمر بالصلاة إلى بيت المقدس حتى تقول إن الخبر الذي جاءهم وهم في الصلاة خبر أحد نسخ القرآن؟
قالوا يعني إطلاق قوله تعالى وأقيموا الصلاة في القرآن، الأمر بالصلاة أمر بشروطها وأركانها وماهيتها، فتناول ذلك استقبال القبلة التي كانت إلى بيت المقدس، وفي الجواب تكلف كما ترى. الاعتراض الثاني أن يقال إن أهل قباء هنا لم يعملوا بخبر الواحد ناسخاً لما ثبت عندهم من القرآن المتواتر، خبر الواحد هنا احتف به من القرائن ما ارتقى إلى إفادته العلم والقطع وليس ظنياً، وهذا جواب آخر، لأن عند الجمهور خلافاً للمعتزلة ومن وافقه من الأشاعرة أنه لا يصح الإطلاق أن خبر الواحد كله يفيد الظن، لا، بعض خبر الواحد يفيد القطع والعلم لما يحتف به من القرائن والشواهد. وأهل قباء كان عندهم من القرائن من صدق الإيمان وتصديق مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة ما جعل الخبر هذا عندهم قاطعا. ألا ترى أنهم ما تأخروا ولا ترددوا ولا انتظروا إلى فراغ الصلاة فيعرفون من المتكلم ومتى جاء الخبر ومتى تحولت القبلة؟ قد تجاوزوا ذلك كله، فأفاد أن الخبر عندهم الذي سمعوه وهم في الصلاة قد أفاد العلم اليقيني فعملوا به، وبالتالي فلا يصح مثالا لأن تقول خبر واحد مظنون نسخ قرآنا ثابتا بتواتر. وكذلك أن ستقول في هذا المثال أنه نسخ للسنة المتواترة بالأحاد كما قلت وليس نسخا للقرآن بحديث الأحاد. ومما استدل به أيضا هؤلاء القائلون بالوقوع بالقياس، قياس النسخ على التخصيص، قالوا فكما يجوز تخصيص عموم القرآن بسنة الأحاد فكذلك يجوز نسخ القرآن بسنة الأحاد. ما وجه الشبه أو المعنى المشترك؟ أن كل من النسخ والتخصيص إخراج بعض أفراد المدلول في العموم، إخراج بعض أفراد العام وأحاده، وفي النسخ إخراج بعض أفراد الزمان الذي يعمل فيه بالحكم. وأجيب عنه بأن خبر الواحد الذي رفع دلالة العموم في القرآن رفع مظنونا دلالة العام ظنية، والنسخ إذ يرفع دلالة يرفع دلالة قطعية، فلا يصح القياس أيضا من هذا الوجه. ومما استدل به كذلك جملة من الأمثلة وكلها غير مسلمة يعني يمكن نقاشها، مثلا قالوا حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع ناسخ لآية سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فحصلت الآية المحرمات في الأطعمة ولم تذكر أكل ذي ناب من السباع أو ذي المخلب من الطير، قالوا فالحديث ناسخ. وهذا أيضا مثال غير مسلم لأنه مخصص لا ناسخ على الحقيقة، فهو إخراج بعض أفراده لا ناسخ لدلالته. ومما استدلوا به كذلك قالوا حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ناسخ لآية النساء لما ذكرت المحرمات ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فجاء الحديث ناسخا، وأيضا هذا ليس ناسخا على الحقيقة بل هو مخصص، فخصص بعض أفراد العموم الذي في الآية. وهكذا فسيكون كل مثال يمكن الإجابة عنه من وجه، ولذلك بقي قول الجمهور أقوى. حتى لو قلنا بالجواز العقلي، أعطني مثالا واحدا صحيحا مسلما لأن آية قرآنية متواتر نسخها حديث أحد. نعم أحسن الله إليكم. لنا أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن. إيش يعني لتقدم العلم على الظن؟ لقوته عليه رتبة، والأضعف لا ينسخ الأقوى أو لا يحكم به على الأقوى، ولذلك قالوا إن الآحاد لا ينسخ الثابتة من القرآن. طيب حتى هذا الدليل عند الجمهور أجاب عنه الغزالي والباجي الذين لا يرون الذين يرون وقوع ذلك، فقالوا ألا يصح أن يتعبد بخبر الواحد لرفع حكم العقل البراءة الأصلية
يعني ألا يثبت تشريع حكم ابتداء بأحاديث أحد؟ تشريع الحكم ابتداء رافع للبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية حكم عقلي، والحكم العقلي قطعي، فرفع خبر الواحد حكما قطعيا، فما المانع أن نأتي في النسخ فنرفع به حكما قطعيا؟ فكما جاز ذلك ينبغي أن يجوز هذا. طبعا هذا كله مع المناقشة في أصل المسألة، وهي قطعية المتواتر وظنية الآحاد، وقد تقدم بيان ذلك فيما سبق من شرح مختصر الروضة وجمع الجوامع وغيره، أن هذا الإطلاق الذي قرره المعتزلة وسرى في كتب الأصول مسلما لا يصح إطلاقه. فالمتواتر من حيث هو متواتر قطعي والثبوت نعم، لكن في دلالته يتفاوت. وحديث الآحاد أو خبر الواحد في الأصل إن كان يفيد الظن فإنه ربما ارتقى إلى العلم لأمور خارجة، فيكون خبر واحد في ذاته لكنه قطعي في ثبوته لما احتف به من القرائن. والمحدثون يضربون مثالا بأحاديث الصحيحين في كثير منها غير المتواترة، فإنها أحاديث أحاد قطعت الأمة بقبولها وارتقت بالإقبال عليها والتصديق بما فيها والتسليم به، فاحتفت به قرائن، وليس كغيرها من أحاديث الأحاد الصحيحة في دواوين السنة الأخرى. وكذلك تقول فإن الخبر الواحد وإن أفاد الظن فإن الأصوليين من أهل السنة مطبقون على إفادته العمل، وإن لم يفد العلم الاعتقادية كما يقررونه من ناحية الثبوت، وأما الدلالات فمتفاوتة. نعم. ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافاً للشافعي وبعض أصحابه. هذه الصورة الخامسة أو السادسة، نسخ السنة بالكتاب، السنة المتواترة أو الآحاد لا فرق، لأننا نتكلم على أن الناسخ يكون قرآناً والقرآن متواتر، فسواء قلت إن السنة آحاد فيكون نسخ الآحاد بالمتواتر، أو قلت إن السنة متواترة فيكون نسخ المتواتر بالمتواتر، فإذا الصورة إما نسخ مساو أو نسخ أضعف، يعني يكون الناسخ مساويا أو أقوى. قال يجوز أيضا على القاعدة العامة النسخ بالمساوي أو بالأقوى، يجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا. قال خلافا للشافعي وبعض أصحابه. ما خلاف الشافعي؟ خلاف الشافعي لا علاقة له بتقسيم الأصوليين هذا الذي بنى على تقسيم المعتزلة المتواتر والآحاد إلى قطعي وظني. تقسيم الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة تقسيم جلي واضح، ارتبك كثير من الأصوليين في فهمه. الشافعي رحمه الله بيّن مذهبه في النسخ بياناً واضحاً في كتاب الرسالة، لكنه نزل في فهمه على طريقة الأصوليين في تقسيمهم الناسخ والمنسوخ المساوي والأقوى، فأخطأوا في فهمه، وبعضهم غلط الشافعي يقول كيف يقول الشافعي أن السنة ما تنسخ بالقرآن والقرآن أقوى ولا أحد يخالف في هذا. طيب والأمثلة الكثيرة الموجودة؟ الشافعي رحمه الله يقرر قاعدة أنه لا يمكن أن تنسخ سنة إلا بسنة ولا قرآن إلا بقرآن، حتى لو وجدت آية تنسخ حديثا لا بد أن يكون مع الآية حديث يبين النسخ كذلك، والقرآن كذلك، لا ينسخ القرآن إلا قرآن. فإذا قلت لكن عندي مثال لسنة أخرى نسخت القرآن سنة متواترة، يقول سيكون هناك دلالة قرآنية أخرى أيضا، فيكون مذهبه كما يقول رحمه الله في الرسالة يقول وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مذهبه رحمه الله حيث وقع النسخ بالقرآن فمع القرآن سنة، وكذلك العكس، لا تنفرد سنة بنسخ القرآن ولا ينفرد آية من القرآن بنسخ سنة إلا ومع الدليل المنسوخ من جنسه ما يدل على النسخ، ما تنفرد سنة تنسخ القرآن وليس معها آية، ولا ينفرد قرآن ينسخ السنة وليس معه حديث. هذا الذي قرره وقد وضح
مراده عدد من الأصوليين كابن السبكي وغيرهم لتأكيد معنى كلام الشافعي والزركشي كذلك في البحر المحيط، وأنه أخطأ من لم يفهم كلام الشافعي وخطأه أو تأول قوله. فقول المصنف خلافا للشافعي لأنه يرى أن نسخ السنة لا بد أن يكون معها ناسخ من السنة كذلك وبعض أصحابه، وهذا الكلام الذي تابع فيه الأصوليون الشافعية إمام مذهبهم رحمه الله تعالى في المسألة، وهو أيضا رواية عند الحنابلة أن نسخ السنة لا يكون إلا بسنة مثلها، واعتمدوا في ذلك على قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال والبيان ليس نسخا بل هو مبين ومكمل لمعنى القرآن. نعم. لنا نسخ القبلة بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ما وجه الشاهد في المثال؟ ما وجه الشاهد؟ قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني شطر المسجد الحرام. طب هذا قرآن نسخ ماذا؟ نسخ الصلاة إلى بيت المقدس، والصلاة إلى بيت المقدس بماذا ثبتت؟ على طريقة المثال هنا أنه سنة نسختها آية، وسيأتيك النزاع بالعكس. نقول لا، أقيموا الصلاة في أمره وهي آية قرآنية تشمل القبلة لأنها من شروط الصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بشروطها وأركانها وصفتها، فإذا جاء ما ينسخها فقد نسخ جزءا من دلالة الآية، فيكون قرآن نسخ قرآنا. هذا على المنازعة في التسليم بالمثال. ولذلك ماذا قال القرافي؟ ولم يكن التوجه للمقدس ثابتا بالكتاب عملا بالاستقراء، احترازا من هذا الإيراد. قال ما كان التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالقرآن بل كان ثابتا بالسنة. قال عملا بالاستقراء، الأمثلة والشواهد التي دلت على أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا، وواقع كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام لا وصية لوارث، ونسخ آية الحبس في البيوت بالرجم. وقال الشافعي رضي الله عنه لم يقع لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد. هذه الصورة السابعة، نسخ القرآن بالسنة المتواترة على القاعدة العامة عند الأصوليين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لما؟ لأنه مساوي. قال لمساواتها له في الطريق العلمي. إيش يعني في الطريق العلمي؟ الاعتقادي، في الثبوت، في القوة. هذا متواتر وهذا متواتر. قال عند أكثر أصحابنا، هذا مذهب الجمهور وليس المالكية فقط، وخالف في ذلك الشافعي وكثير من أصحابه، وخالف فيه أيضا الإمام ابن حزم وبعض الشافعي مثل الإمام الجويني وأكثر الظاهرية، ورواية عند الحنابلة أن القرآن لا ينسخ بالسنة ولو كانت متواترة. هنا أيضا جانبان، جواز عقلي ووقوع. قال يجوز وواقع، الواقع يحتاج إلى دليل وإثبات. قال كنسخ الوصية للوارث بحديث لا وصية لوارث. نسخ الوصية للوارث يقصد قوله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فأمر الله بالوصية للوالدين والأقربين. ثم ماذا؟ ثم يقول نسخه الحديث لا وصية لوارث سواء كان من الوالدين أو من الأقربين. قالوا فالحديث ناسخ للآية والحديث متواتر، فهذه سنة متواترة نسخت الآية. هذا مثال. المثال الثاني، نسخ آية الحبس في البيوت بالرجم في حد الزنا. الحبس في البيوت آية النساء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا، عفوا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا هذه آية وهي قرآن نسخت بحديث متواتر وهو حديث الرجم، رجم ماعز والغامدية أو العامرية، هذا حديث صحيح ثابت، فهذا سنة نسخت
قرآنا. ذكر مثالين. طيب، والمانعون قال الشافعي لم يقع، ما وقع. طيب، وهذه الأمثلة عنها جواب، قال لأن آية الحبس في البيوت ما نسخت بحديث الرجم، نسخت بآية الجلد في سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالحقيقة أن القرآن نسخ القرآن وليس الحديث هو الذي نسخ. شوف، هذا على طريقة الشافعي، لا يمكن أن توجد آية ولها ناسخ في السنة إلا وله في القرآن ما يدل على ذلك، والعكس، لا توجد سنة منسوخة بقرآن إلا وفي السنة ما يدل أيضا على نسخها بالسنة من جنسها. يقول لم يقع. طيب، والحديث لا وصية لوارث، أيضا أجيب بأن الناسخة آية الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، فلما حدد الأنصبة للورثة نسخ الوصية، فيوصيكم الله في أولادكم هو الناسخ والحديث دل عليه. ليش نقول هذا؟ قالوا بدلالة لفظ الحديث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوارث، وهذا يشير إلى أن الحديث جاء بعد نزول الآية، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبالإجماع كذلك على دلالة الحديث لا وصية لوارث متنازع في كونه متواترا، وإذا نازعنا في تواتره ما سلم المثال، والإجماع منعقد على عدم الوصية للوارث. فإذا الناسخ ليس هو الحديث هذا، لأنه فيه إشكال في إثبات تواتره، ولنا إثبات في نسخه بالآية كذلك، ولا يلزم أن يكون هذا مما دل عليه السنة المتواترة على انفراد. وعلى كل حال، فالمقصود بهذا المثال كما ترى أنه لا يصح التفرد به. يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هي الآية المنسوخة، والناسخ لها يوصيكم الله في أولادكم. آية الحبس واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم نسخت بآية الزانية والزاني وليس بحديث الرجم، فقال ذلك لم يقع. ولنا جواب آخر في آية الحبس، ما تقدم غير ما مر أن الآية هنا فيها الحكم مغيا بغاية، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والحكم إذا انتهت غايته وشرع حكم آخر بديل عنه لا يكون نسخا، فانتهاء مدة الحكم المغيا ليست نسخا، فبالتالي أيضا هذا جواب عن المثال يجعله غير مسلم به. بقي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وهو يتكلم على آية الوصية قال قول الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. فإذا القرآن نسخ قرآنا، وروى عنه أبو الفرج قال نسخت الوصية للوالدين أو نسخت الوصية للوالدين ما تواتر من قوله لا وصية لوارث، ونسخت الوصية للأقربين بآية المواريث. حكى ذلك ابن القصار والباجي رواية عن أبي الفرج عن الإمام مالك. يقول الآية تقول الوصية للوالدين والأقربين، يقول نسخ الوصية للوالدين بحديث لا وصية لوارث، ونسخ الوصية للأقارب بآية المواريث في النساء، فكل منهما نسخ، هذا بسنة متواترة وهذا بآية قرآنية أخرى. نعم. والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. هذا الصورة الثامنة، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، يعني الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لأن النسخ إنما يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا ينعقد إلا بعده، فلا يكون ناسخا ولا يكون منسوخا. يقول ابن عقيل الحنبلي ما عرفت فيه مخالفا فأحكي قوله، يشير إلى الإطباق بالاتفاق على مسألة النسخ بالإجماع. يذكر عند الآمدي وغيره الخلاف منسوبا إلى عيسى بن أبان من الحنفية رحمه الله تعالى، وما يذكر من أمثلة في لذلك أن إجماعا يحمل النسخ، فالحقيقة أن الناسخ ليس هو الإجماع بل مستند الإجماع،
معنى مستند الإجماع الدليل الذي يقوم عليه الإجماع هو الناسخ في الحقيقة، فلم يقع النسخ بالإجماع. مثال ذلك ما روى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه ثم قال: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. هذه العبارة المشهورة للإمام الترمذي التي يبين فيها صحة أحاديثه في الجامع، يقول: ليس في أحاديث الجامع شيء من الروايات أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا مسألتين: الجمع في المدينة من غير مطر ولا خوف، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. يقول: انعقد الإجماع على ترك العمل به. ظاهر العبارة أن هذا الإجماع ناسخ لهذين الحديثين، أن الإجماع ناسخ. طيب، لو سلمت بالعبارة ستقول الإجماع ليس هو الناسخ، إنما مستند الإجماع هو الناسخ، يعني مستحيل أن تكون الأمة أجمعت على حديث ابن عباس في مسألة الجمع بين الصلاتين إلا وعندها دليل. مستحيل أن تترك الأمة حديث قتل شارب الخمر في الرابعة: إن شرب فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه، قال في الرابعة فاقتلوه. مستحيل أن تتركه الأمة إلا وعندها مستند، ما تجمع هكذا عن هوى. فالناسخ في الحقيقة هو مستند الإجماع للإجماع، مع أن النووي رحمه الله قد حكى أن يقول: أما ما قال الترمذي في حديث شارب الخمر فكما قال، يعني أجمعت الأمة على تركه. قال: وهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه، وليس الإجماع هو الناسخ. ثم قال: وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، يشير إلى أن من أهل العلم من عمل بحديث ابن عباس في الجمع من غير مطر ولا خوف. وذكر ابن رجب أن بعض العلماء أيضا عمل بحديث شارب الخمر في قتله في الرابعة، وهو ترجيح ابن حزم رحمه الله، فلم يصح في المثالين إجماع منعقد. وبعضهم ينازع في إثبات إجماع الناسخ، قالوا: مثل إجماع الصحابة على جمع المصحف الذي أمر به الصديق رضي الله عنه، وهو إجماع ناسخ لمنع كتابة المصحف الذي استقر زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وإجماع ثان للمصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه بحرق ما عداه من المصاحف وانعقد الإجماع، فهذا إجماع ثان وكلاهما ناسخ، والمثال أيضا لا يستقيم ولا يسلم على إطلاق. أما كتابة المصحف زمن أبي بكر رضي الله عنه فإجماع نعم، لكن من قال إنه ناسخ؟ لا نسخ فيه، لأن المنع من كتابة المصحف زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصودا بحكمة، وهي ألا يختلط بالقرآن، وألا يكتب شيء، عفوا، أن جمعه كان مجموعا، فلم يصنع أبو بكر رضي الله عنه شيئا سوى أنه جمعه بين دفتيه كما قال علي رضي الله عنه. وأما جمع عثمان رضي الله عنه فليس نسخا، وإنما تركوا بعض ما فيه سعة وتوسعة على المسلمين لمصلحة أعظم، فليس ناسخا لحكم يرفع به حكم شرعي. فترك بعض الجائز ليس نسخا، والاقتصار على بعض ما فيه وجوه للتوسع وترك بعضها ليس نسخا حقيقيا في الشريعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا وحل الضرب. الفحوى وهو مفهوم الموافقة، قال الله تعالى في سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذا المنطوق تحريم التأفف، والمفهوم تحريم الضرب واللعن والشتم والعياذ بالله للوالدين. هذا مفهوم الموافقة. المسألة هنا عندي دلالة منطوق ومعها مفهوم موافقة، فهل يجوز انفصالهما؟ يعني أن ينسخ المنطوق الأصل فيبقى المفهوم، أو العكس، ينسخ المفهوم فيبقى المنطوق؟ المصنف وجه الكلام إلى مفهوم الموافقة، هل يكون ناسخا ومنسوخا؟ أما نسخ الاثنين معا،
يعني أن يأتي ناسخ فينسخ الآية منطوقها ومفهومها فلا إشكال فيه. قال رحمه الله: ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل. ما الأصل؟ المنطوق، يعني أن يأتي ناسخ لذلك النص فينسخ منطوقه ومفهومه معا، هذا لا إشكال فيه. الكلام أين؟ على نسخ أحدهما دون الآخر. قال رحمه الله: منع أبو الحسين من نسخه، يعني مفهوم الموافقة، مع بقاء الأصل. يعني هل يجوز أن يأتي ناسخ فينسخ تحريم الضرب للوالدين ويبقى تحريم التأفف؟ أبو الحسين يمنع هذا، يمنع أن ينسخ المفهوم مع بقاء الأصل. ليش؟ قال: دفعا للتناقض. أي تناقض؟ سيكون التأفيف حراما والضرب حلالا لو جاء الناسخ، لو وقع جوازه ناسخا. فإذا لا يمكن على قول أبي الحسين أن تنسخ الفحوى أو مفهوم الموافقة ويبقى المنطوق. إذا لم يجوز نسخ مفهوم الموافقة وحده. قول أبي الحسين منع يشير إلى تجويز غيره لوقوع ذلك. الجمهور يجوزون الوقوع، لما؟ قالوا: لأن كل من المنطوق والمفهوم دلالة مستقلة بنفسه، فينسخ هذا دون هذا والعكس. وهذا الذي عليه الجمهور الأصوليين، جواز استقلال كل واحد من المنطوق عن المفهوم، فيثبت أحدهما وينسخ الآخر والعكس. نعم. ويجوز النسخ به وفاقا لفظية كانت دلالته أو عقلية على الخلاف. النسخ به بالمفهوم انتهى من قضية نسخه أن يكون منسوخا. هل يجوز أن يكون مفهوم الموافقة منسوخا؟ قال أبو الحسين لا، وقال الجمهور نعم لانفصال الدلالتين. طيب تعال إلى المفهوم، هل يكون ناسخا ينسخ غير عن تحريم الضرب للوالدين؟ هل سينسخ حكما آخر؟ وهذا مثال، ولو ضربت أمثلة أخرى لاتسعت الدائرة. هل يجوز؟ قال يجوز وفاقا. مثل لو ورد تحليل الضرب مثلا فيكون ناسخا، هذا مفهوم، فيكون ناسخا على تحريم، دل على تحريم نسخ تحريم التأفف، فهل يكون مفهوم الموافقة ناسخا؟ يقول يجوز وفاقا. حكى الوفاق، وإن كان، وهذا معنى ذكره عدد من الأصوليين كالرازي، المصنف تبع فيه الرازي، والآمدي كذلك، والرهوني في شرحه لمختصر ابن الحاجب، حكوا الاتفاق على أنه يجوز أن يكون مفهوم الموافقة ناسخا، لكنه لا يسلم الاتفاق، ففيه خلاف أشار إليه الباجي وذكره الشيرازي وكذلك ابن السبكي والزركشي وعدد من الأصوليين، أن المسألة فيها خلاف. خلاف من أين؟ خلاف مبني على دلالة الموافقة، هل هي لفظية أو قياسية؟ فإن قلت قياسية ففيها الخلاف الذي في القياس، هل يكون ناسخا أو لا يكون، علما أن المصنف رحمه الله لم يتطرق في هذا الفصل في الناسخ والمنسوخ، لم يتطرق إلى النسخ بالقياس ونسخه. نعم. والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام. هذه آخر صورة، وختم بها المصنف الفصل حكاية عن الرازي غير موافق له عليها. يقول الرازي: لو أن مسلما سقطت رجلاه، انقطعت مثلا، فجاء يتوضأ، سيسقط عنه في الوضوء غسل الرجلين. يقول: فهذا نسخ لوجوب غسل الرجلين في حقه. يقول المصنف: قاله الإمام. ما الذي دل عليه؟ قال العقل. العقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، ودل على سقوط هذا الوجوب العقل، فأصبح العقل ناسخا. لكن هذا ضعيف، ضعفه المصنف رحمه الله في شرحه، وقال: من سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال إنها نسخت في حقه. هذا أصلا ليس نسخا، حتى تقول إن العقل هو الذي دل أو غيره، هو أصلا ليس نسخا،
سقوط العبادة أو بعض العبادة عن المكلف للعجز لا يسمى نسخا في الأصل. قال رحمه الله: لا يقال إنها نسخت في حقه، لأن زوال الحكم لزوال محله أو سببه ليس بنسخ، وإلا يعني يلزم على قول الرازي، وإلا كان النسخ واقعا طول الزمان بطريق الأسباب وعدمها، فقول الإمام ليس بصحيح. قال الزركشي: الخلاف فيه سهل لرجوعه إلى التسمية، يعني الكلام مع الرازي هو في التسمية وليس في حقيقة اعتبار هذا نسخا، لأنه تقدم عندنا في تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخي، بخطاب فيفهم أن العقل ليس خطابا فلا يكون ناسخا. نعم. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ. هذا الفصل فيه مسألة شهيرة يسميها الأصوليون بمسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو لا؟ الحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ، فمن ناسخ عندهم؟ من ناسخ؟ الزيادة على النص عندهم ناسخة. قال المصنف: فيما يتوهم أنه ناسخ، والفصل الذي قبله اللي انتهينا منه الآن قبل قليل في الناسخ والمنسوخ ماذا أراد؟ أراد أن يفصل هنا في هذا الفصل ما قال فيه بعض الأصوليين إنه ناسخ وهو ليس كذلك، كما قال في المخصصات بعدما ذكرها قال: فصل فيما ليس مخصصا، وكما قال في الأمر فيما ليس من مراده، يخص فصلا يورد فيه المسائل الخلافية التي يترجح فيها ضعف القول به عند أصحابه. سؤال: مسائل هذا الفصل فيها خلاف، طيب حتى مسائل الناسخ والمنسوخ، نسخ الكتاب بالسنة والسنة فيها خلاف ولا ما فيها؟ طيب كلا الفصلين فيه خلاف، فلماذا أفرد هذه بفصل وقال فيما يتوهم؟ قالوا: لأن دعوى النسخ هنا بعيدة ضعيفة يعني، فوصفها بالتوهم، وهذا جواب جيد، لكن يرد عليه أن آخر مسألة فرغنا منها قبل قليل في رده على الرازي هي أيضا من الوهم أن يكون العقل ناسخا. أيضا الحظ معي أنه قال فيما يتوهم أنه ناسخ، والرازي في المحصول عنونا فقال فيما يظن أنه ناسخ وليس كذلك، فعدل القرافي يعني عبارة الرازي فيما يظن وقال فيما يتوهم. فلماذا صنع الرازي ذلك، صنع القرافي ذلك؟ يعني الرازي قال فيما يظن، وأيهما أعلى درجة؟ الظن أعلى درجة من الوهم. قالوا: نظر الرازي إلى مدعي النسخ فعبر بالظن يعني في ظنه، ونظر القرافي إلى مانع النسخ في المسألة فعبر عنه بالوهم، فيما يتوهم أنه ناسخ. نعم. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ، يعني وليس كذلك في الحقيقة. نعم. زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا. لو أنه فرضت علينا خمس صلوات ثم فرضت علينا صلاة سادسة، هل يعتبر هذا نسخ للخمسة السابقة الزيادة؟ الجواب لا. طيب لو فرض علينا الصلوات الخمس قبل الهجرة، ليس لو بل هو هكذا، ثم فرض صوم رمضان في السنة الثانية، ثم فرض الحج في السنة الثامنة، تشريع العبادة بعد عبادة هل هو نسخ لما سبقها من عبادات؟ الجواب لا باتفاق. طيب لماذا يريد المسألة؟ يريدها تمهيدا للتي بعدها. كلامهم على الزيادة يتنوع إلى أنواع، إما أن تكون زيادة مستقلة من جنس الأصل، الأصل الصلاة أو العبادة، فزيادة صلاة على صلاة أو زيادة عبادة على عبادة ليست نسخا وفاقا. ليش؟ قالوا: لعدم تحقق شرط النسخ وهو المنافاة، فلا منافاة بين الزائد أو الزيادة والمزيد عليه، فالزيادة هنا لم ترفع حكما شرعيا حتى نعتبره نسخا، فبقيت المسألة على حالها. كل ما في الأمر أن الصوم لما فرض ماذا رفع؟ رفع البراءة الأصلية وهذا ليس نسخا. الحج لما فرض فأصبح واجبا بعد أن لم يكن واجبا ما رفع حكما، رفع البراءة الأصلية ورفعها ليس نسخا. هذه المسألة مقدمة
للتالية. لكن قبل أن ينتقل المسألة التالية قال وفاقا، أليس كذلك؟ طيب على هذا الوفاق أجيب عن هذا السؤال. قالت الحنفية الوتر واجب، وهذا على مذهبهم والخلاف فيه مشهور، واجب وليس فرضا. طيب ولأن الوتر واجب فأصبحت الصلوات الواجبة ست، خمس مفروضات والوتر واجب، فلما أصبحت الصلوات ستا نسخ هذا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأن الوسط يكون بين طرفين متساويين. فلما كانت الصلوات خمسا كانت الثالثة وسطا بين الأولى والثانية والرابعة والخامسة، فلما صارت زوجا ستة لم يعد هناك وسط، وهذا نسخ للآية. قلتم قبل قليل وفاقا زيادة صلاة ليست نسخا، طيب كيف تجيبون عن هذا السؤال؟ الحنفية يقولون الوتر ناسخ لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا إشكال يحتاج إلى جواب. يعني بغض النظر عن خلافك أو وفاقك معهم في حكم الوتر هل هو واجب أو سنة، تعال للتنزل معهم على أنه واجب، هم متفقون معك أن زيادة صلاة على الصلوات لا تكون نسخة، فلماذا قالوا هنا إن هذا نسخ أو ما الجواب عنه؟ أراد المصنف الجواب عن هذا التفريع على ذلك الوفاق السابق. وإنما جعل أهل العراق، يقصد به المذهب الحنفي، وإنما جعل أهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع، لما فيه من رفع قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب فأصبحت الصلوات ستا، فإذا ذهب الوسط زال الطلب بالمحافظة على الصلاة الوسطى لأنه ما عاد في وسط. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أمر بالحفاظ على الصلاة الوسطى، فإذا زال الوسط زال الطلب بالمحافظة، قالوا هذا هو النسخ، رفع حكم في الآية. نعم، فإن المحافظة على الوسطى تذهب لصيرورتها غير وسطى، يعني ما عاد هناك وسطى. هذا قولهم، والمصنف رحمه الله اكتفى بإراده وتناول في الشرح الجواب عن هذا الإشكال، رد بأن هذا لا يبطل تأكيد ما صدق عليه قوله تعالى وسطى، وإنما يبطل كونها وسطى. شوف فرق بين أن يبطل ما صدق عليه لفظ وسطى وبين أن يبطل كونها وسطى. طيب إبطال كون هذه الصلاة أصبحت وسطى أمر حقيقي لا حكم شرعي، فرفعه أو تغييره ليس نسخا، نحن نقول رفع حكم شرعي. ولهذا ذكر بعضهم أن من أحسن الأجوبة أن الوسطى في الآية ليست من العدد بل هي علم على صلاة معينة، ولهذا اختلف المفسرون كثيرا في تحديد الصلاة الوسطى، فقائل إنها العصر وهو أرجح الأقوال لثبوت حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وقائل إنها الجمعة، وقائل إنها الظهر، وقائل إنها المغرب، وقائل إنها الفجر والعصر، كل الأقوال قيلت. قيل إن الصلوات الخمس هي وسطى ولم يرد صلاة بعينها. فعلى هذا الخلاف يقول إن من أحسن الأجوبة أن يقال إن الوسطى في الآية ليس من العدد بل هي علم على صلاة معينة مأخوذ من الوسط وهو الخيار وليس التوسط بين شيئين، كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال في الحديث خيارا عدولا، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ليس أوسطهم طولا أو سنا، أفضلهم أعقلهم، هو اللي قال ذلك ناصحا في قصة أصحاب الجنتين. فعلى كل حال فإذا كان مأخوذا من الوسط وهو الخيار فالفاضل لا يتغير بزيادة صلاة، خمسة ستة سبعة عشر صلوات الصلاة الوسطى يعني الفاضلة لن تتغير سواء سميتها تلك الصلاة أو ذلك. نعم. والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي خلافا للحنفية. هذه مسألتنا المقصودة في الفصل، وقدم بالأولى زيادة عبادة على العبادات وصلاة على الصلوات مقدمة وتمهيدا للمسألة. اتفقنا إذن أن زيادة صلاة مستقلة على الصلوات أو زيادة عبادة مستقلة على جنس العبادات ليس نسخا وفاقا،
لا يخالف فيه أحد، لأنه لا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه، فلم يرفع حكم شرعي. الآن مسألتنا الخلافية زيادة على العبادة الواحدة، الزيادة على العبادة الواحدة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. كانت ركعتين فأصبح الظهر والعصر والعشاء أربعا، فزادت ركعتين بعد أن كانت ركعتين. هذا زيادة على العبادة الواحدة. هل هذا نسخ؟ قال: ليس نسخا. طيب، كان الحد في الزنا مثلا جلد 100 في سورة النور، ثم أصبح جلد 100 وتغريب عام كما في الصحيح، فكان 100 جلدة فأصبح 100 جلدة وتغريب سنة، فأصبح زيادة على الحكم الواحد. تلحظ فرقا دقيقا بين المثالين. في الصلاة الزيادة جزء من المزيد، يعني الصلاة كانت ركعتين فأصبحت 4، فما عادت الركعتين وحدها مستقلة، هي جزء من 4. لكن في الحد كان جلدا فقط فأصبح جلدا وتغريبا، فالتغريب جزء آخر مستقل أضيف إلى الحد، يمكن انفصاله عنه. هي صورة تدخل تحت الزيادة على العبادة الواحدة. بدأ المصنف بتقرير الحكم فقال: ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه. نعم. وقيل إن والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافا للحنفية. عند مالك رحمه الله يقول ابن القصار: هو الذي يدل عليه مذهب مالك، ويقول الباجي: عليه أكثر أصحابنا. فمالك رحمه الله وأصحابه، والشافعي رحمه الله وأصحابه، والحنابلة كذلك، فهو مذهب الجمهور أن الزيادة على النص ليست نسخا، سواء كانت جزءا من العبادة أو كانت زيادة مستقلة، مثل زيادة التغريب على الجلد وزيادة ركعتين على ركعتين في الصلاة. الزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا. قال: خلافا للحنفية، فهم يعتبرون الزيادة على النص نسخ. يقول البخاري عبد العزيز: وهو قول عامة العراقيين من مشايخنا وأكثر المتأخرين من مشايخ ديارنا. قالوا: لأن المزيد الذي دخلت عليه الزيادة صار غير مجزئ. كيف يعني؟ يقول: أليس كان الجلد هو الحد كاملا، فلما جاء التغريب أصبح الجلد غير مجزئ غير كافي، فلابد أن تضيف إليه. يقول: كونه كان مجزئا فأصبح غير مجزئ، هذا رفع للحكم الشرعي، هو نسخ. يقولون هو نسخ. وكذلك يقول: كانت الركعتين مجزئة، فلما أصبحت 4 صارت الركعتين غير مجزئة، وكونه كان مجزئا فأصبح غير مجزئ هو رفع لحكم شرعي، رفع الإجزاء. ركز في هذه النقطة لأن الجواب سيكون عليها. مذهب الجمهور يقول: هذا الذي رفع كان مجزئا فأصبح غير مجزئ، هذا الذي رفع ليس حكما شرعيا بل حكم عقلي. كانت الصلاة ركعتين ثم أضيفت ركعتين، الركعتين التي أضيفت ما حكمها قبل الزيادة؟ غير واجبة، غير عدم الوجوب، هذا براءة أصلية. فكونه جاء ففرض ركعتين أخرى رفع حكما براءة أصلية وليس حكما شرعيا. كان الجلد وحده ما حكم التغريب قبل أن يفرض؟ غير واجب، عدم الوجوب هنا حكم شرعي؟ لا، حكم عقلي، براءة أصلية. فجاء الحكم وشرع التغريب فأصبح واجبا بعد أن لم يكن واجبا، ورفع البراءة الأصلية ليست نسخة. هذا هو مستند الجمهور وغيرهم في المسألة. في بين الحنفية والجمهور قولان تفصيليين يذكرهما المصنف قبل أن يذكر الأمثلة. والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافا للحنفية. وقيل: إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت نسخا،
وإلا فلا. هذا قول تفصيلي ثالث في المسألة، لم يقل إنه نسخ بإطلاق كما يقول الحنفية، ولم يقل إنه ليس نسخا بإطلاق كما يقول الجمهور، توسطوا. فماذا قال صاحب هذا القول؟ لم يسمى في كتب الأصول، وخطأ بعضهم ينسبه إلى الرازي ولم يقل به. هذا القول إيش يقول؟ يقول إن كانت الزيادة منافية لما دل عليه المفهوم، مفهوم المخالفة، فهو نسخ وإلا فلا. مثال، لو قال في المعلوفة زكاة، هذا مثال افتراضي، الحديث يقول في الغنم السائمة زكاة، لو جاء نص فقال في المعلوفة زكاة، في المعلوفة زكاة، ما مفهومه؟ أن السائمة لا زكاة فيها، فيكون هذا المفهوم للزيادة منافيا للمنطوق. قال إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب كانت نسخا، وإلا فلا. وإلا فلا يعني مثل الأمثلة التي ضربناها قبل قليل، فإنها لا تكون ناسخة. هذا القول تفصيلي، لكن كما قلت لك بعضهم ينسبه إلى القاضي عبد الجبار وبعضهم إلى الرازي، ولا يصح ذلك. نعم. وقيل إن لم يجز الأصل بعدها فهي نسخ وإلا فلا. إن لم يجز الأصل بعدها، بعد إيش؟ بعد الزيادة. إيش يعني لم يجز الأصل؟ أو ممكن تنطقها إن لم يجز أو يجزي، باختصار إن غيرت الزيادة حكم المزيد حتى صار وجوده كالعدم فهو نسخ. يعني إذا أصبحت الزيادة، إذا جعلت الزيادة الحكم المزيد عليه من غيرها لا عبرة به، فهي مؤثرة فستكون نسخا. مثل زيادة ركعة في الصبح وزيادة 20 جلدة في حد القذف، أو كان الحكم فيه تخيير بين شيئين فأصبح تخيير بين 3 أشياء، يقول هذا النص، هذا المثال في الزيادة يجعل الحكم قبل الزيادة غير معتبر، يصبح الحكم بعد الزيادة مختلفا عما كان عليه قبل الزيادة. ما وجه الاختلاف؟ أنه يكون غير مجزئ فيكون نسخا. وإلا فلا، مثل زيادة التغريب على الجلد، ما غير الجلد، بقي الجلد كما هو. إيش يعني؟ يعني لو جاء الحاكم فجلد 100 جلدة فقال له الناس لم تطبق الحد، قال أين الخطأ؟ قالوا بقي التغريب. هل يحتاج أن يعيد الجلد لينفذ التغريب؟ الجواب لا، إذن لم يغير المزيد عليه. فهذا مثال، يقول هذا المثال ليس نسخا وذاك نسخ، لأن الركعتين التي صلاها ظهرا وكان يظن أن هذا هو المجزئ، فقالوا لا، زيدت في صلاة الحضر فأصبحت 4، سيعيد الصلاة 4 ركعات. فهذا فرق بين زيادة غيرت المزيد وأخرى لم تزد. يقول ابن الحاجب المختار أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، إذ هو حقيقته وإلا فلا. هذا كالضابط الكلي لهذه الصور راجع إلى تحقيق مناط، وهو هل رفعت الزيادة حكما شرعيا فيكون نسخا، أو لم ترفع فلا يكون نسخا. وإلى هذا الضابط ترجع هذه الأقوال بالتفصيل. هذا القول إن لم يجزي الأصل بعدها فهي نسخ، كزيادة ركعتين وزيادة 20 جلدة في الحد مثلا، بخلاف زيادة التغريب على الجلد قال فهي نسخ وإلا فلا. هذا القول منسوب إلى عدد من الأصوليين، أشهرهم القاضي عبد الجبار، وكذلك الإمام أبو بكر الباقلاني، أبو الوليد الباجي، الغزالي، مالوا إلى هذا التفصيل، إلى التفريق بين نوعين في الزيادة، نوع يغير المزيد عليه ونوع لا يغيره، بل هو إضافة مستقلة تأتي زيادة عليه. فلك أن تقول 3 أقوال في المسألة هي المعتبرة: اعتبار الزيادة على النص نسخا مطلقا قول الحنفية، عدم اعتبار الزيادة على النص نسخا مطلقا قول الجمهور من المذاهب 3، التفصيل بين الزيادة أن تكون مغيرة للمزيد عليه أو مبقية عليه مع إضافة، فهذا نسخ وذاك لا، وهو الذي رجحه عدد من الأصوليين كأبي الوليد الباجي والغزالي والقاضي أبو بكر الباقلاني، وينسب أيضا للقاضي عبد الجبار. نعم. فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا، وكذلك لماذا زيادة
التغريب ليست نسخة، لأنها ما رفعت حكما شرعيا. ما حكم التغريب قبل الزيادة؟ غير واجب. وعدم الوجوب هنا حكم شرعي؟ لا، حكم عقلي، براءة أصلية. فالدليل الذي أوجب التغريب وزاده رفع حكما عقليا لا حكما شرعيا، فلذلك ليس نسخا. نعم. فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان تحرير رقبة في كفارة الظهار مثلا من قبل أن يتماسى. هذه الرقبة المطلقة التي قيدناها بآية أخرى بوصف الإيمان ليس نسخا، نفس الكلام، لأن الرفع هنا يعني ما قبل التقييد، ماذا كان حكم الرقبة المؤمنة بوصف الإيمان المقيدة بالإيمان؟ كانت غير واجب. عدم الوجوب هنا ليس حكما شرعيا بل حكما عقليا، فجاء القيد فجعله واجبا، فما رفع حكما شرعيا بل عقليا. فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان وإباحة قطع السارق في الثانية. قطع السارق في المرة الثانية قيد بالثانية، لأن القطع في الأولى بنص الآية فاقطعوا أيديهم. طيب لو سرق ثانية، فإنه مثال يتصور به الزيادة، فلذلك أورده مثالا. نعم. والتخيير بين الواجب وغيره، كما لو أوجب غسل الرجل في الوضوء ثم خير بينه وبين المسح، فأصبح الغسل الذي كان واجبا أصبح الذي كان واجبا عينين أصبح واجبا مخيرا. كذلك يقول ليس نسخا. ليش؟ لأن عدم الوجوب الذي كان موجودا في المسح فأصبح واجبا ليس رفعا لحكم شرعي. نعم. لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي. في كل الصور المنع من إقامة الغير مقامه عقلي، يعني المنع الذي كان قبل الزيادة كان عقليا لا شرعيا، فلما رفع ما رفع حكم شرعي حتى نعتبره نسخا. وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق، يعني الصوم الواجب الآن إلى غروب الشمس. طيب لو افتراضا جاء دليل فأوجب الصيام إلى خروج وقت المغرب إلى العشاء، مغيب الشفق وليس مغيب الشمس، فزادت المدة، أيضا لن يكون نسخا. ليش؟ لأنه رافع لعدم الوجوب السابق، يعني ما حكم وجوب الصوم بعد المغرب إلى العشاء؟ غير واجب. عدم الوجوب هنا حكم عقلي أو شرعي؟ حكم عقلي، فرفعه ليس نسخا. طيب هذا كله يقول المصنف عندنا وعند الحنفية هذا نسخ، زيادة التغريب على الجلد نسخ، وزيادة الحكم بشاهد ويمين على ما جاء في سورة البقرة من الاكتفاء بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين نسخ. إيش يعني نسخ؟ قالوا يعطى قاعدة النسخ، فلما نظروا فإذا هو أحاديث أحاد زيادة على ما جاء في أحكام القرآن، هو من باب النسخ. والقاعدة عندهم أن السنة الأحاد لا تنسخ المتواتر، فتركوا العمل بحديث الشاهد بيمينه، وتركوا أيضا مسألة التغريب ليس رفضا، لكن قالوا قاعدته قاعدة نسخ ولا تنطبق عليه القاعدة في قوة الناسخ، فلذلك لم ينسخ به ما ثبت في القرآن فاكتفوا به. وهذا على أصلهم في المسألة أن الزيادة على النص نسخ، وهو مما تفردوا به، وسمعت مذهب الجمهور وطريقة الجواب عنه. أحسن الله إليكم. ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف عليه. لما تكلم على الزيادة ختم الفصل بمسألة النقصان من العبادة، الزيادة على العبادة ليست نسخا. طيب والنقص من العبادة، يعني ماذا لو نسخ سنة من سنن الصلاة؟ نسخ لجزء من العبادة، هو نقصان منها. هل هو نسخ؟ قال قبل أن تقول نعم أو لا، نقصان العبادة إما أن يكون
نسخا لما يتوقف عليه الباقي أو لا يتوقف عليه. النسخ أو النقص من العبادة إما أن يتوقف عليه الباقي أو لا يتوقف. فإن لم يتوقف عليه الباقي يعني يصبح الباقي مستقلا كأن تنسخ سنة من الصلاة وباقي أفعال الصلاة لا تتوقف على تلك السنة، فسيكون ذلك ليس نسخا للباقي باتفاق. وأما إن كان متوقفا عليه الباقي ففيه الخلاف الآتي. نعم. وإن توقف ونقصان العبادة، ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف عليه. هذا باتفاق، نقصان العبادة نسخ بعضها هو نسخ للقدر الذي سقط دون الباقي إن لم يتوقف عليه. نعم. وإن توقف قال القاضي عبد الجبار هو نسخ في الجزء دون الشرط، واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ مطلقا، وهذا قول الجمهور المنسوب إلى الرازي والكرخي أنه لا يعتبر نقصان العبادة نسخا سواء توقف عليه الباقي أو لم يتوقف عليه، باتفاق في صورة إن لم يتوقف عليه الباقي فإنه نسخ وليس نسخا إن توقف عليه، هذا الذي عليه الجمهور. ونسب هنا إلى القاضي عبد الجبار التفصيل بين الجزء والشرط لأن الجزء بعض الماهية والشرط خارج عنه، فقال إن نسخ الجزء نسخ للباقي وأما نسخ الشرط فليس، كما لو جاء نص فنسخ استقبال القبلة أو نسخ شرط الطهارة أو نسخ شرط ستر العورة فإنه سيكون مترتبا عليه الباقي، لكنه إن كان شرطا فلا يؤثر وإن كان جزءا. هذا ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل. نعم. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ. هذه الخاتمة التي ختم بها الباب في هذا الفصل الخامس هي طريقة الأصوليين بعدما علمك ما يكون ناسخا وما لا يكون وما صوره وما خلاف المسائل فيه، هذه طريقة التطبيق حتى تعرف النسخ في الشريعة، إليك طريقة الوقوف عليه. والخلاصة أن طريقة معرفة النسخ في الشريعة شيئان، لفظي ومعنوي. لفظي دليل النص يقول لك هذا نسخ ذاك، ومعنوي يعني أنت تلتفت إلى أمارات وعلامات تستفيد منها نسخ حكم لحكم آخر. اقتصر المصنف رحمه الله على طريقين فيما يعرف به النسخ، وأغفل طريقا ثالثا ذكره الغزالي والشيرازي وغيرهم وهو الإجماع. فالإجماع أحد الطرق التي يعرف بها النسخ ولم يذكره المصنف. يقول العراقي لم يتعرض له كثير من المصنفين، ونص عليه الشافعي، وذلك كنسخ الزكاة سائر الحقوق المالية. وهذا مثل قول حذيفة رضي الله عنه، والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. يقول في وقت سحوره مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. يقول كان يتسحر، يقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. والإجماع منعقد أن وجوب الإمساك يبدأ من طلوع الفجر لا من طلوع النهار. فهذا مثال لإجماع دل على النسخ، فمن الطرق لمعرفة النسخ الإجماع، ولم يذكره المصنف رحمه الله. نعم. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ. النسخ يعرف بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد. الأول لفظي والثاني معنوي. النسخ يعرف أولا بالنص على الرفع. ما مثاله؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة إلى آخره، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، نسخت بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا نص على الرفع. الثاني معنوي، يعرف من ثبوت النقيض أو الضد. إيش يعني؟ يعني يأتيك حكم ثم تجد حكما آخر مناقض له. إيش يعني مناقض؟ لا يتعذر الجمع بينهما، ولا بد أن يكون أيضا
معرفة بالتاريخ، يعني هذه طريقة معنوية أن تجد حكمين متناقضين أو متضادين لا يمكن الجمع بينهما، وهناك تاريخ وما عندي نص يقول هذا نسخ ذاك، فيقينا سيكون هذا عندي أمارة على النسخ، وهو معنوي لا لفظي، كاستقبال الكعبة مثلا بعد بيت المقدس، ككثير من المنسوخات التي هي مجرد تعارض بين حديثين ولا يمكن الجمع بينهما فيحكى فيه النسخ. نعم. ويعلم التاريخ بالنص على التأخير أو السنة أو الغزوة أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر. هذه طرائق يعني يريدونها تباعا للفائدة، طالما توقف النسخ على معرفة المتقدم من المتأخر فمن المهم معرفة تاريخ الحكمين الناسخ والمنسوخ أيهما قبل الآخر. قال وله طرق، طالما ليس عندي نص على إثبات النسخ وأنا سأعتمد الطريقة المعنوية، حكم ناقض حكما فأنظر إلى تاريخ هذا وذاك ثم أحكم بينهما حتى أستطيع أن أتعرف. قال بالنص على التأخير، كقول جابر رضي الله عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا نص على تأخير أحد الحكمين. أو السنة، تقول هذا في سنة 50 وذاك قبل الهجرة، أو هذا بعد الهجرة وذاك قبلها، أو بالغزوة كان هذا في رجوعهم من غزوة بدر أو في تبوك، أو تقول هذا في فتح مكة أو في صلح الحديبية، فهذه أحكام. ومنه قال العلماء في مسألة تحريم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، فجلسوا يرصدون التواريخ، حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، فيرصدون التواريخ ووجدوا آخر ذلك في لحوم الحمر في غزوة خيبر، وجدوا ذلك في نكاح المتعة مثلا في ما بعد فتح مكة، فينظرون إلى ربطها بالغزوات بالأحداث بالتاريخ بالهجرة. قال ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، فتعرف هذا الحكم منسوبا إلى زمانه، فيقول مثلا طلق بن عدي إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم قباء عن الرجل إذا مس ذكره، فهذه تعطيك الأماكن الوقائع الزمن التاريخ الذي تحدد به متقدما ومتأخرا. حديث جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إماما فصلى في بيته وهو شاكٍ وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، مع حديثه في صلاته في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، ستقول هذا متأخر يقينا لأنه قبل الوفاة بأيام وذاك متقدم، وهكذا. قال أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر، وليس مات قبل راوي، لا، رواية من مات قبل رواية وليس قبل موت راوي الحكم الآخر، فتواريخ الوفاة للرواة ليست هي المؤثرة، ولكن يثبت عندي أن راوي الحكم الأول مات شهيدا في غزوة بدر أو في أحد أو في الخندق، والحكم الثاني شرع أو ثبت بعد ذلك في صلح الحديبية، فمات راوي الحكم الأول قبل ورود الحكم الثاني وليس قبل موت راويه الثاني. نعم. قال القاضي عبد الجبار قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذاك مقبول، وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم وشهادة النساء في الولادة دون النسب. وقال فخر الدين قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل لجواز أن يكون اجتهادا منه. وقال الكرخي إن قال ذا نسخ ذاك لم يقبل، وإن قال هذا منسوخ قبل لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا به وضعفه الإمام. هذا خاتمة الفصل وبه يتم الباب بفضل الله. عندنا ثلاث جمل ترد عن الصحابي كيف نتعامل معها في باب النسخ. الجملة الأولى يقول هذا الحكم قبل هذا، يشير إلى إيش؟ التاريخ. الجملة الثانية أن يقول الصحابي هذا الحكم منسوخ. الجملة الثالثة أن يقول الصحابي هذا نسخ هذا، في فرق. طيب، أما الذي
لا إشكال فيه، فأن يدلنا الصحابي على تاريخ الحكم، يقول هذا شرع قبل ذاك، أو يقول هذا كان قبل الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب، أو هذا قبل كذا، فيحدد لنا تاريخ أحد الحكمين من الآخر تقدما وتأخرا. قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذاك مقبول. ليش مقبول؟ أنا آخذ منه حكما يفيدني فيه بمعرفة التاريخ هو أدرى به، والخبر متواتر يعني أعلى من أن تقول هو صحيح السند إليه، ثبت عندي تواترا أن يقول هذا قبل ذاك، فصح عندي أن يقول عن خبرين متواترين هذا قبل ذاك، قبلته. طبعا لاحظ معي، إثبات التاريخ يترتب عليه إثبات النسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع، الحكمين المتناقضين. وأنا أعتمد على قول الصحابي في إثبات التاريخ لا في دعوى النسخ. ستقول طيب هذا تحصيل حاصل، أنت إذا قبلت قوله في التاريخ سيلزم منه أن تقبل النسخ. يعني لو قال الصحابي ترى حديث جابر ناسخ لحديث الوضوء من لحم الإبل ما قبلته، ولو قال لك هذا قبل ذاك قل طيب أقبله وسأبني عليه أنه ناسخ. طيب هي يقول لا في فرق، يمكن أن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ونحن كما نأتي إلى شهادة الرجلين في إثبات أن هذا الرجل أو المرأة محصنة متزوج، فيثبت عند القاضي أنه وقع في الفاحشة والعياذ بالله، فثبت عنده أنه وقع في الفاحشة وثبت عنده بشهادة اثنين أنه محصن فحكم بالرجم. شهادة الاثنين ليست على الرجم بل على الإحصان، لكن ثبوت الإحصان يترتب عليه ثبوت الرجم. شهادة النساء في الولادة، شهدت النساء أن هذه المرأة القابلة التي كانت تولدها ومعها من يعينها، شهدتا أن هذه المرأة ولدت هذا الغلام أو تلك الجارية، فيقبل شهادة النساء في الولادة ويترتب عليه إثبات النسب، ولا يقبل شهادة النساء في إثبات النسب ابتداء. يقول أرأيت هذه المسائل التي قبلنا فيها أو ترتب فيها حكم بناء على حكم، فكذلك الشأن في قول الصحابي هذا قبل ذاك مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم. لما؟ قال كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، الرجم الذي لا يثبت بشهادة اثنين بل بشهادة أربعة، وكذلك شهادة النساء في الولادة دون النسب الذي لا يثبت بها شهادة النساء، بجامع أن إثبات التاريخ ومعرفته سبب للنسخ، فكذلك إثبات الإحصان سبب للرجم، وإثبات الولادة سبب لإثبات النسب، فهذا من ذاك الباب. قول القاضي عبد الجبار هو الذي عليه الجمهور. قال ابن الحاجب وفيه نظر، من حيث إنه نسخ للمتواتر بالآحاد، يعني عندي خبر متواتر فقبلت قول صحابي وهو حديث آحاد فقبلت قوله فنسخت المتواتر بالآحاد، وأجيب بأن قول الصحابي هنا ليس نسخا بل حكاية للنسخ، وفرق بين الأمرين. فلما قبلت قوله انبنى عليه النسخ ولم أعتبر قوله هو الناسخ، فالفرق بين المسألتين، والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر أخبار الآحاد. إذن هذا في قول الصحابي هذا قبل ذاك. طيب ماذا لو قال الصحابي هذا الحكم منسوخ؟ قال فخر الدين لا يقبل. لما؟ قال لجواز أن يكون اجتهادا منه، اجتهادا قد يوافق عليه وقد لا يوافق. وأبو الحسن الكرخي قال يقبل قول الصحابي هذا منسوخ. ليش؟ قال لأنه يجزم بشيء لا مجال للاجتهاد فيه فيكون قاطعا به، فينبغي أن نقبل قوله، بخلاف ما لو قال الصحابي هذا نسخ هذا، فهذا قد يكون واردا مورد الاجتهاد، لكن لو جاء وقطع في المسألة جازما فقال هذا منسوخ فإنما نقبله. فالكرخي فرق بين قول الصحابي هذا منسوخ وقوله هذا نسخ ذاك، والرازي رحمه الله تعالى يقول كلاهما لا يقبل، لا جزمه بقول هذا منسوخ ولا بقوله هذا نسخ هذا، لأن كليهما يحتمل
الاجتهاد. قال المصنف بعدما حكى قول القرخي قال وضعفه الإمام. إذن هذان قولان، الأول عدم قبول قول الصحابي هذا منسوخ لاحتمال أن يكون اجتهادا، والثاني قبوله عند أبي الحسن الكرخي. وحكى الباجي والقاضي عبد الوهاب قولا ثالثا بأنه يثبت النسخ بقول الصحابي مطلقا، لأنه يحكي واقعة لا مجال فيها للاجتهاد، ويبقى هذا احتمالا، وهي مسألة فيها الخلاف المذكور في الفصل. تم الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ، وبه تم الباب الرابع عشر بحمد الله تعالى في النسخ. ويكون مجلسنا في الأسبوع المقبل الباب الخامس عشر في الإجماع إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.